التقت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بمحافظ أربيل أوميد خوشناو في مبنى المحافظة، وبحث خلال اللقاء مجمل أوضاع النازحين والمخيمات التي يقيمون فيها والحاجات الضرورية لهم وكيفية تشجيعهم على العودة طوعيا إلى مناطقهم الأصلية، فضلا عن مناقشة تأمين الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا إلى جانب تأمين متطلبات السلامة في المخيمات. جابرو أثنت على دور الإقليم وحكومة وشعبا في استقبال وإيواء الأسر النازحة ورعايتها وتقديم الاحتياجات الضرورية لها، وأوضح خوشناو أن حكومة إقليم كردستان مستمرة في توفير سبل الحياة الكريمة للنازحين واللاجئين على الرغم من الظروف الاقتصادية العصيبة الذي يمر به الإقليم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإقليم سيظل نموذجا مشرقا للضيافة.